احنا بناخد بيع مقدم، يعني في فلاح واخدين منه 200 طن قراوية، واخدين الطن 20,000 من حوالي 4 شهور. أيوة. خد 40,000 وتمام، يعني خدنا على ايصال باستلام ال 200 طن. حاليا الطن ب 55,000، فطبعا يسلمنا 200 طن ولا نستلم منه طن ونص ولا فيها مشاكل؟ ده انتوا دفعتوا الفلوس من مده. دفعنا الفلوس من 4 شهور، واخدها على اساس ان هو يسلمنا 200 طن زي ما يكون ب 60 ب 70، النهارده الطن ب 55,000. يعني انتوا اتفقتوا على السعر يوم التسليم ولا لا؟ اتفقنا على السعر، وهو واخد فلوسه، واخد 40,000 للاثنين طن. شوف انا هو في نقطة دلوقتي، الزرعة بتاعته ما جابتش الاثنين طن. اسمح لي اتكلم في المسألة لك ولغيرك. في مسألة في الشرع اسمها السلم. اسمها ايه؟ السلم. السلم. أتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد أهلها يسلمون، فقال من أسلف فليسلف في صنف معلوم وكيل معلوم أو وزن معلوم بثمن معلوم إلى أجل معلوم. أعيد وأشرح إن شاء الله. من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم وصنف معلوم إلى أجل معلوم بثمن معلوم. ما شرح هذا الكلام؟ أنا مثلا جئت إليك وأنت تبيع حديد مثلا، قلت لك يا حج فلان أنا أريد منك طن حديد، حددت الوزن، حديد 3 لينيا، حددت الصنف هذه 3 لينيا عز، حددت الصنف أكثر بثمن 1,000 جنيه، أستلمهم في 1 رمضان وتفضل 1,000 جنيه، يكون لي عندك الآن طن حديد أستلم منك في 1 رمضان، أنت ملزم بتوفيره. إذا انتقلنا إلى مسألة الكراوية، جئت لشخص مزارع أو أي واحد، قلت له يا فلان أنا أريد أشتري منك طن كراوية، حددت الوزن طن، حددت الكراوية مصرية مثلا نوعها، حددت زرع، ما اشترش إن هو زرع أو ما زرعش، ماليش دخل به، هو يتصرف لي يومها. أستلمها منك في 1 رمضان بسعر 1,000 جنيه، تفضل ال 1,000 جنيه، فأنا سلمت فلوسي ولي عنده ماذا؟ طن كراوية. طن كراوية تمام. موصوفة. غالية رخصت أنا ماليش دخل، أنا لي عنده طن كراوية. فهمت يا والد؟ تمام. ولا أدي الشرح؟ تمام تمام يا شيخ، بارك الله فيك. إذا أنتم تراضيتم على شيء آخر بعد ذلك أنتم بالحرية، لكن أنا الاثنين طن قلت له أخذهم منك طن ونص. لا مالكش رفقة به. رفقة به تشكر، جزاك الله خير.